السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم بحر المنسي من قناة طارود سماء المحبة. وخلينا نشوف توقعات برج الميزان، أبرز الأحداث القادمة عند برج الميزان على الصعيد العاطفي، قراءة عاطفية تفصيلية لمواليد برج الميزان، وضعكم مع الشريك ومصير العلاقة وأبرز الأحداث القادمة. ونبدأ بسم الله. صفحة الكؤوس، 8 عملات، 7 عملات، فارس السيوف، ست كؤوس، ملك السيوف، تسع عملات. مواليد برج الميزان، ظاهر هنا فارس الكؤوس مع الست كؤوس، وهنا بنقول ان عندكم رغبة في ارضاء الشريك وفي تغيير تعاملكم معه او اسلوبكم معاه او تحسين علاقتكم العاطفية بشكل عام. ظاهر هنا 8 عملات اللي بيدل على انكم بتعانوا من صعوبة شديدة في تحقيق المكاسب او الكسب او الدخل المالي، وملك السيوف اللي بيدل على ان كل يعني المكاسب اللي بيكسبها الشريك، سواء كنت انتوا يعني سواء كنت مكاسب انتوا بتكسبوها او بيكسبها الشريك، بتحتاج منكم قوة كبيرة او بتحتاج منكم عنده قدرة على التحدي كبيرة عشان تقدروا تحققوا التوازن المالي. ويمكن تكون اكبر مشكلة بتواجهوها يا مواليد برج الميزان بتكون على صعيد حياتكم المالية مش على العاطفية خالص. شايف هنا فارس السيوف ان كتير منكم في باب النتيجة بيسعى بكل ما اوتي من طاقة الى تحقيق وفرة مالية كبيرة وبشكل سريع. كتير منكم عايزين يحسنوا من وضعهم المالي في اسرع وقت ممكن. ظاهر هنا كارت السيفين اللي بيدل على الحيرة في اتخاذ القرار، وظاهر هنا كارت الشيطان، وظاهر هنا كارت ملكة العصيان. كأن الحيرة اللي انتوا بتواجهوها في علاقتكم مع الشريك والصمت الدائم ما بينكم والجفاء، او كأن سبب مشاكلكم وعدم التفاهم ما بينكم قائم على سحر قوي جدا او على مس او على اذى من الشيطان بيؤذيكم بشدة في علاقتكم مع الشريك. الا ان بالرغم من كل الاذى ده ومن كل شيء، الا انكم محافظين على استقرار وبتسعوا خلال الفترة الحالية لتحسين حياتكم العاطفية أكتر أو التخلص من السلبيات اللي بتواجهوها. بوابة الحيرة اللي هي اللي فيها عدم اتخاذ القرار أو حيرتكم في اتخاذ أي قرار في حياتكم وتحديدا في علاقتكم مع الشريك، ناتجة عن إنكم راضيين عن حياتكم بالفعل. كتير منكم راضي عن حياته ومستقر بحياته ومتزن، وشايف كمان كارت الإمبراطور انكم بتسعوا الى تحقيق بس زيادة في الصعيد المالي او تطور في وضعكم المالي او ارتقاء في مستواكم او وضعكم المالي في الفترة دي، حتى ان عندكم مخاوف كثيرة جدا وحزن كبير جدا بسبب الوضع المالي عندكم وبسبب احلام كبيرة انتم بنينها في قلوبكم ونفسكم تحققوها.
شايف هنا 5 كؤوس، 5 سيوف اقصد، 5 سيوف اللي بيدل على انكم خارجين من تجارب صعبة، ان مش اول علاقة في حياتكم، ان العلاقة الحالية مش اول علاقة في حياتكم، وان انتوا خارجين من تجارب صعبة وقاسية جدا، وكارت الحدث فيه شفاء، ان كنتوا يعني رغم اي حاجة في حياتكم الا انكم ما زلتم في الوقت الحالي لسه محققين الشفاء او انتهاء الخلافات والمشاكل اللي مريتوا بيها في الماضي. وكتير منكم بيحاول انه يتجنب اي خلافات لانه بيحافظ على المراية. يعني ايه المراية؟ يعني بيحافظ على نظرة الناس القريبين منه ليه، بيهتم بيها كثيرا. 8 سيوف بتدل على ان اوضاعكم معلقة، كتير منكم خايف يخوض تجربة الانفصال مرة تانية، او تجربة ان هو يفقد كل حاجة اكتسبها في حياته، تحديدا ان كنتوا 6 عملات، يعني بتتلقوا دعم جيد جدا في حياتكم العاطفية او من الشريك او من الشخص اللي انتم مرتبطين بيه في الحياة العاطفية، دعم مالي. فأي مشكلة ممكن تحصل بينكم وبينه قد تؤدي إلى انهيار حياتكم بشكل كبير، والمشاكل ضخمة أكتر ما هي ضخمة على الصعيد المالي وعلى الصعيد التوازن المالي. في الباب اللي بعد كده، اللي بعد باب النتيجة، احنا لحد دلوقتي قاريين لحد باب النتيجة. النتيجة ظهر لنا فيها ان الانفصال قد يؤدي لمشكلة كبيرة، ومش وارد، مش وارد عندكم خالص، حتى رغم وجود اشياء كثيرة جدا. الباب بقى اللي انتم مستنيينه، باب السحر، كارت الساحر، اللي بيدل على التأثيرات الروحانية اللي انتم بتحسوا بيها او اللي هي سبب في مشاكل في حياتكم. رغم كل الاذى اللي انتم ممكن تكونوا متعرضين دي او بتواجهوه، الا ان كتير منكم مش ضعيف على الصعيد الروحاني وقادر يرد الاذى ده بطاقته الروحانية لوحده. كمان ظهر هنا اكتساب قوة روحانية اعلى، او اسد، الاسد في عالم الروحانيات حاجة كبيرة، من خدام الملك الابيض الاسد. فانت بتتكلم كده في خدمة روحانية كبيرة بتزيد عندكم من شدة الأذى اللي تعرضته له، ولكن الخدمة دي نورانية، وشايف ان انتوا عندكم اهداف قدامكم تسعوا للوصول اليها، وهي ان كنتوا تتحكموا في حياتكم وتتخلصوا من كل وقف الحال والتعطيلات اللي بتواجهوها. والنتيجة النهائية كانت الواقع شايف فيها استقرار اكتر في علاقتكم مع الشريك، وكأن كل الاسحار او كل الاذى اللي بتتعرضوا ليه في الوقت الحالي لن يؤثر اطلاقا في علاقتكم مع الشريك، وهتنتهي هذه الامور دون اي اذى. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم التوقعات الشهرية والاسبوعية واليومية لبرجكم، والحجز قراءة خاصة هتلاقوا رقم واتساب في صندوق الوصف. شكرا ليكم، السلام عليكم.